ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نعمل وصفه جديده باقل كميه فراخ هتبقى عندك. هنقدر نعمل بيها اكله تجنن. هنعمل رز عليه شويه خضار كده، حاجه كده في منتهى الروعه. خليكم معايا بجد، الفيديو هيعجبكم جدا وهيعجب. اول حاجه معايا هنا ده نص كيلو من البانيه. انا همسكه بقى، غسلته كويس وصفيته، وابتديت ان انا اقطعه شرايح كده زي ما انتم شايفين. اكمل تقطيع باقي نص كيلو بانيه ونشوف هنعمل فيه ايه. ادي صدور الفراخ اهي، نص كيلو قطعته شرايح زي ما قلت لكم. وتعالوا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا طاسه على البوتاجاز، ولازم الطاسه تكون سخنه جدا، وحطيت فيها 3 مغالق كبار من الزيت. وهبتدي انزل سمعين صوت الفراخ اول ما نزلت، علشان الطاسه لازم تكون سخنه جدا. هبتدي ان انا اقلب بقى كده واوزع الفراخ بتاعتي. اول ما تبتدي تاخد لون من تحت نبتدي ان احنا نقلب. لازم الطاسه يا جماعه تكون سخنه. حطيت فيها 3 مواد كبار من الزيت. الفراخ لونها غير، هبتدي ان انا اقلب فيها. خليها بقى تشوح معايا كده وتاخد لون ذهبي خفيف من كل الجوانب. الفراخ معايا ابتدت تاخد لونها اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا اكمل تحميص فيها شويه لمده 3 دقايق تاني. هبتدي ان انا احط عليها يعني رشه كده من الفلفل الاسود ورشه من الملح. نكمل تقليب لغايه ما كلها تتحمر شويه. بعدين نشوف هنعمل ايه. خلاص كده الفراخ معايا تمام، واخدت تحميره وتحميصه كده خفيفه. هبتدي ان انا اطلعها في طبق، وفي نفس الطاسه هنشتغل ونشوف هنعمل ايه. طلعت الفراخ، وفي نفس الطاسه اللي حمرنا فيها الفراخ هنزل بمعلقه كده كبيره من الزبده، وهبتدي ان انا اسيحها. الزبده معايا خلاص ساحت واخدت كل طعم الفراخ اللي موجود في الطاسه. هبتدي انزل بيه بصلايه متوسطه تكون مفرومه ناعم، وهبتدي ان انا اشوح البصلايه مع معلقه الزبده، معلقه كبيره مع بواقي الزيت اللي انا حمرت فيه الفراخ. جبت البصلايه شوحتها في الزبده وبواقي تحمير الفراخ، خدت لون ذهبي حلو. هبتدي انزل عليها بمعلقه كبيره من الدقيق، وهبتدي ان انا اشوح الدقيق مع البصل. خلاص انا حمرت الدقيق مع البصلايه وحسيت ان هو كده اخد لون هو كمان. هبتدي انزل عليهم بمعلقه كبيره من معجون الطماطم، وبرده هبتدي ان انا اشوح معجون الطماطم مع البصل مع الدقيق. معلقة الصلصة كمان اخد التشويحة مع الدقيق ومع البصل. هبتدي بقى انزل على كل الكلام ده بكوباية من اللبن، وكمان معايا كوباية من الشوربة، ولو مش بتعرف الشوربة هنحط مكعب مرقة مع مية سخنة ونقلبهم مع بعض. وابتدي بقى ان انا افك كل الكلام ده لغاية ما يبقى عندي صوص كده يعني تقيل وفي نفس الوقت ناعم. نبتدي كمان نحط عليه معلقه صغيره من الثوم البودر. هقلب بقى كل الكلام ده لغايه ما اوصل لصوص كده ناعم وفي نفس الوقت لونه حلو قوي. زي ما انتم شايفين الصوص معايا خلاص اهو فك كله، وهسيبه بس يغلي غلوتين بعد ما حطينا معلقه صغيره من الثوم البودر، ويغلي بس غلوتين كده ونكمل. الصوص معايا غلى غلوتين، وزي ما انتم شايفين معلقه الدقيق خلت ليه سمك كده حلو قوي. هبتدي بقى انزل بنص كيلو البانيه اللي احنا كنا مقطعينه وحمرناه في 3 معالق كده كبار من الزيت، وابتدي بقى ان انا اقلب كده الفراخ مع الصوص التحفه دون، ونسيبه 5 دقايق كده مع بعض ياخد من طعم بعضه الفراخ مع الصوص. عايزه اقول لكم تقدروا تاكلوه كده بس مع شويه مكرونه، بجد حاجه كده تحفه. يغلي غلوتين وهبتدي ان انا اطفي النار عليه.
خلاص كده الفراخ معايا مع الصوص اخدوا غلوتين والفراخ تمام اتظبطت. ظبطت الملح والفلفل بتاعي والراعي ان احنا حاطين شوربه وكمان كنا مملحين الفراخ. هطفي النار وتعالوا نشوف الخطوه اللي بعد كده. تعالوا نشوف الخطوه اللي بعد كده. معايا طاسة على البوتاجاز فيها يعني معلقه زبده وفيها كمان يعني معلقه كده هنقول من الزيت علشان الزبده معانا ما تتحرقش ونسيبهم لغايه ما يسخنوا. خلاص الزبده مع الزيت سخنوا هبتدي انزل بمعلقتين كده كبار من الصلصه البصل ولا ايه المفروم يعني او بصلايه تكون صغيره وهبتدي ان انا اشوحها في الزيت والزبده اللي معايا يا دوب بس ايه تاخد لون برده ذهبي خفيف. شوحت معايا كده البصلايه في معلقه زبده و معلقه زيت ومعايا هنا كوسايه متقطعه مربعات صغيره خالص هبتدي ان انا اشوحها كمان مع البصلايه وكمان هنحط مع الكوسايه الفلفل الالوان المتاح عندنا. ما هنا فلفل اخضر وفلفل الوان المتاح هنستخدمه يعني تكون في كلايه صغننه كده من كل لون. لو متاح احمر كمان هنحط اللي موجود عندنا هنستخدمه. افضل بقى اقلب في الكوسه وفلفل الالوان مع البصلايه لغايه ما الكوسه اللي معايا تستوي كويس جدا. الكوسه معايا خلاص ابتدت تدبل وهبتدي ان انا ابحرها. هحط رشه من الفلفل الاسود وطبعا هحط الملح على حسب الطعم بس ما نكترش لانه لسه هيتحط على حاجتين. هبتدي بقى ان انا اكمل تقليب في الكوسه واول ما تستوي هبتدي اقلي البوتاجاز عليها. زي ما شايفين خلاص الخضار معايا دبل تماما وهقفل النار عليه دلوقتي ونعمل شويه رز بشعريه كده. وطبعا كلكم شطار في الرز بشعريه فانا هعمله في السريع علشان وقت الفيديو ما يطولش معانا ونشوف هنجمع طبقنا ازاي. الرز بشعريه بنحمر الشعريه الاول في اي ماده دهنيه انتوا بتفضلوها وكنا عملنا مع بعض قبل كده الرز بالشعريه في القناه للمبتدئين اللي لسه بدايات في المطبخ. حمر الشعريه وهبتدي انزل عليها بالرز ولكل كوبايه رز كوبايه وربع من الميه او من الشرب. انا هحمر الشعريه وهحط كميه الرز اللي انا محتاجاها زي ما اتفقنا لكل كوبايه رز مغسوله مش منقوعه كوبايه وربع من الميه واول ما بيبتدي يتشرب بنبتدي ان احنا نهدي النار عليها. حمرت الشعريه كده زي ما انتم شايفين وهبتدي انزل عليها بكميه الرز اللي معايا وهبتدي ان انا كمان اشوح الرز بحيث يبقى مفرفر معايا كده ويبقى طعمه واخد من طعم الزبده وطعم الشعريه يبقى طعمه حلو. اديت للرز كده تقريبا يعني خمصته في تحميصه خفيفه كده مع الشعريه وزي ما قلت لكم على كل كوبايه رز هحط كوبايه وربع من الميه المغليه او من الشوربه ونظبط الملح بتاع الرز. حطينا الميه الكافيه للرز كميه الرز اللي احنا عايزينها. هبتدي بقى ان انا اغطي النار عليه اغطي الحله واول ما يتشرب هبتدي ان انا اهدي النار نغطي ونهدي النار. دلوقتي بقى هنسيب الرز لغايه ما يتشرب ويكمل سواه. شايفين الرز اتشرب اهو ههدي النار عليه خالص وهسيبه لغايه ما يستوي. لو حسيت ان هو ناشف ممكن ازوده شويه ميه بسيطه خالص. تعالوا بقى كده نشوف الرز بعد ما اتشرب وهدينا النار عليه وسبناه لما استوى. بصوا فرفر ازاي عشان حمرنا الرز بعد ما حمرنا الشعريه حمرناهم مع بعض وكمان كميه الميه كانت مظبوطه لكل كوبايه رز كوبايه وربع من الميه. وتعالوا بقى نشوف هنجمع الطبق بتاعنا ازاي. تعالوا بقى علشان نغرف الطبق بتاعنا اول حاجه هنعملها هناخد الخضار اللي احنا دبلناه مع البصل ونبتدي ان احنا نحطه على الرز بشعريه عشان كده انا قلت لكم نبقى عاملين الرز والرز طريقته سهله. نبتدي بقى نقلب الرز كده مع الخضار ونغرف الطبق بتاعنا بالهنا والشفا. وادي طبق الخضار بتاعنا بالرز بالفراخ. بجد اكله كده سهله وسريعه ودمها خفيف هتعجبكم هتعجب الولاد ولو عندك كميه فراخ قليله بجد هنعمل منها اكله حلوه قوي. بجد الاكله دي مفيده جدا مغذيه هتعجب الولاد انا واثقه مش هيحسوا بطعم الكوسه عشان ناس كتير مش بتحب الكوسه. هنعمل وصفات كتير بالكوسه بجد هتعجبكم
اتمنى بقى يكون الفيديو سهل وبسيط وسريع بالنسبه لكم وينال رضاكم واعجاب الولاد. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.